اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات برنامجنا بيدياتريك ريزيدنسي. انا دكتور محمد الفتاح، مدرس في ساعه طب الاطفال وحديث الولاده، وهنكون مع بعض في رحله جديده من رحلاتنا في عالم البيدياتريك ريزيدنسي. ده يعتبر الموسم الثاني. الموسم الاولاني اتكلمنا فيه عن الجزء الطبي من حيث شرح طب الاطفال بقى من ناحيه التخصصات والعيانين اللي بنشوفهم في مختلف التخصصات في طب الاطفال. انا بدات نيابتي سنه 2012 وخلصتها 2015، وبعد كده اشتغلت في الجوده من 2016 لحد دلوقتي، واشتغلت في رعايه القلب والصدر، رعايه القلب المفتوح، من 2016 ل 2018، ودلوقتي انا شغال في رعايه السابع من او رعايه مركز الاطفال في من 2020 او 2021 حتى الان. في ناس كتير بتسال احنا ليه اخترنا نيابه الاطفال. نيابه الاطفال تمثل جزء مهم جدا في حياتنا، لان احنا بنساعد ان احنا نرسم البسمة على وش الطفل. الحاجة التانية ان هي المعلومات اللي فيها مفيدة جدا جدا جدا. الحاجة التالتة بقى ان انت بتساعد ان انت تغير من حياة الطفل. البنت دي لو فاكرين كانت بتقول انا عايزة اعيش، والاعلان ده كان استخدموه في الصورة دي، استخدموها في اعلان مجدي يعقوب علشان مركز القلب هناك. كان البنت كانت بتقول انا عايزه اعيش، والعمليه بتاعه القلب اللي اتعملت غيرت من حياتها. البنت كانت ما تقدرش تبذل مجهود، بقت بتبذل. النيابه عشان نبقى متفقين هي مش من النيابات اللي هي تدخلك عالم الثراء، ولكن هي بتدي فلوس، بس هي مش الفلوس الايه الكتير قوي قوي. وهي لو كان الموضوع ده من المواضيع ذات القيمه او القيمه الكبرى كانت حط اول حاجه. النيابه بقى عندنا هي مرهقه، متعبه، تخلي بني ادم على طول دماغه مش فيه، على طول الواحد وهو في النيابه، بالذات الجزء الاولاني من النيابه، لو عايز ينام في اي حته هينام في اي حته. لكن على الجانب التاني انت بتشارك في رسم البسمه على وش طفل او تغيير حياه طفل بالكليه، الفضل لربنا ثم ليكم انتم لما تشتغلوا في النيابه دي. هو ده التارجت بتاعنا في نيابه الاطفال، ان احنا نخلي الاطفال بالمنظر ده. ومجرد انك تشوف المنظر ده، ده بيخليك فرحان وتنسى التعب والهم اللي فيه. طب احنا اللي يهمنا بقى كنواب جدد اللي عايزين نعرفه ازاي نمشي في نيابه الاطفال، ايه اول الخطوات اللي هنعملها في نيابه الاطفال. نيابه الاطفال ثلاث بلوكات. اول بلوك هو الجنرال بيدياتريكس، ثاني بلوك هو الاي سي يو، ثالث بلوك هو السب سبيشاليتي. الثلاث بلوكات دول بثلاث سنين، كل بلوك بياخد سنه، بس ما بيتاخدوش بالترتيب، لا انت بتخش من هنا لهنا على حسب اللفه بتاعتك بتبقى ماشيه ازاي. الجزء الثاني هو ان انت لازم تبقى عارفه بقى هي تفاصيل في كل بلوك. طيب الجنرال بيدياتريكس دي هي عباره عن ثلاث حاجات، جزء اسمه الاسم الداخلي، وجزء اسمه ترياج، وجزء اسمه الايزوليشن. الاسم الداخلي عشان نبقى عارفينه لازم تبقى عارف ان هو ده اول خطواتك الاولانيه خالص، يعني اول الاول، اول ست شهور تقريبا من النيابه، ومن خلالها انت بتكون انطباع عن طب الاطفال، وطب الاطفال بالاستاف اللي فيه بيكون انطباع عن النايب الجديد ده. وانت في اسم الاطفال الداخلي لازم يبقى عندك كونسبتس في دماغك. ايه الكونسبتس دي؟ بتقول ان الكونسبت الاول ان العيانين او الاسم مش بس عيانين، والكونسبت الثاني ان الورقيات هي اهم حاجه في حياتك. الاسم مش بس عيانين، ازاي بنتعامل مع الموضوع ده؟ الاسم هو عيانين بحاجاته، تدريس وطلبه، وكمان ستاف وعيانين بتوع الستاف. انت في خلال الاول لفه من لفات النيابه دي انت هتشوف ما يقارب من 1.5 مليون كيس. 1.5 مليون حاله دول ممكن تشوفهم في لفه الاسم الداخلي بس. زي ما قلنا ان احنا عندنا تو كونسبتس، الكونسبت الثاني كان هي ورقياتك سر نجاتك. ليه؟ لان دلوقتي احنا في عالم الجوده، وعالم الجوده بيقول لك ان الحاجه اللي ما اتكتبتش هي ما اتعملتش، وعلشان كده لازم كل حاجه تتكتب في العيان. وعلشان ده يتظبط لازم يبقى عندنا ملف للعيان يحتوي على الاتي:
ادميشن شيت، ريبورت فيه الفول داتا والفولو اب، واخيرا الديسشارج شيت. طبعا زي ما قلنا ان احنا بنعمل فايلنج، الفايلنج ده بيبقى فيه كل اللي فات. علشان تمشي في النيابه لازم تبقى عارف ان انت عندك مجموعه من الاكتيفيتيز بتعملهم وانت في القسم الداخلي، اهمهم هو الكاجوالتي، يوم الحوادث. يوم الحوادث ده هو يوم بتاع الكريتيكال كير، بتشوف فيه حالات من شتى بقاع الارض جايه لك من كل حته في المستشفى، وكل حته من بره القاهره ومن جوه القاهره، بل كمان ممكن يجوا لك من بره مصر. لازم يبقى عندك شويه كونسبتس تمشي بيهم جوه الحوادث دي. ايه هي الكونسبتس دي؟ اولا لازم تبقى جاي يوم الحوادث ده بدري، يعني هي الحوادث تبدا 8، انت الساعه 7 تكون موجود علشان تشوف التولز زي ما موجوده قدامك في الصورتين موجوده ولا لا. دي اولا. تاني حاجه تبقى انت مستف نفسك، زي ما هنقول دلوقتي في تحضيرات تبقى محضر بيها حاجتك. تالت حاجه مجهز وقتك. طيب ايه التحضيرات دي؟ اول حاجه نازل بورقك، تاني حاجة نازل بأماكنك، أماكن القسم بتاعك، في أماكن قد إيه فاضية، والرعايات لازم تبقوا عارفين في كام مكان فاضي. بعد كده الفريق الطبي، الفريق الطبي من حيث دكاترة الامتياز والنواب اللي معاكم في الحوادث. يهمنا جدا 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 هي التايم مانجمنت. لو أنت ما عملتش تايم مانجمنت هتبقى الحوادث بالنسبة لك صعبة جدا. الحوادث علشان تتظبط لازم الساعة 12 منتصف الليل نقيم الوضع بتاعنا عشان نشوف مين العيانين اللي ملهمش لازمه تمشيهم عشان يتفضل لك هم العيانين الكريتيكال بس. والساعه 6 لازم تبقى عاملين حسابكم ان انتوا تبداوا تفضوا الحوادث في الوقت ده، لان الحوادث الساعه 8 هي بتعمل شات داون فعلا، لان المفروض المكان ده يتقفل. من ناحيه بقى الحالات اللي محتاجه تتحول للعزل، الحالات اللي محتاجه تتحجز، الحالات اللي محتاجه تطلع رعايه، الحاجات اللي محتاجه تروح، وهكذا. خلصت يوم الحوادث هيتفضل لك ايه؟ تعرف ما بعد يوم الحوادث اللي بيسموه بوست الحوادث. البوست بتاع الكاجواليتي ده وانت علشان تمشي فيه لازم تبقى مستف دماغك. اول حاجه انت حجزت مجموعه من العيانين وفي عيانين طلعت بيهم لسه ما حجزتهمش. اول حاجه تشوف الكريتيكال اللي فيهم، والكريتيكال هيروح اي سي يو لو نقدر، سواء داخلي او خارجي. بعد ما خلصت من الكريتيكال بنبص على العيانين الجداد، نبدا نحط لهم خطه. بعد ما حطينا خطه للعينين الجداد نبدا نخرج في العينين القدام اللي محتاجين يخرجوا. وبعد ما نخلص كل ده هيكون اليوم بتاعنا قرب يخلص، نبدا نقعد مع بعض ونشوف العيانين ونحط البلانز بتاعتهم كلهم، خريطه الاسبوع كله. لو انت ما رسمتش خريطه الاسبوع هتحتاس. يهمنا جدا نبقى عارفين ان احنا نحرك العيانين بسرعه جدا علشان لما تحركوا بسرعه العيان ياخد واجبه بسرعه وما يخرجش وهو لقط اي نزقوم الانفكشن. وخصوصا الاطفال دي مناعتها قليله فسهل جدا تلقط اي نزقوم الانفكشن. مش بس كده، العيان كل ما بنسرع في سكته كل ما العيان السايكولوجيكال كونديشن بتاعته بتتحسن، ودي لوحدها كفايه في تحسن حاله المريض. واخر حاجه احنا الاماكن عندنا مش كتير قوي، والعيانين اكتر من الاماكن بشكل غير طبيعي، ففي عيانين كتير بتحتاج المكان ده. فانت لو انت قعدت عيان ملوش لازمه يبقى انت كده بتساعد ان عيان له لازمه ما يلاقيش مكان. الخطه اللي انت بتتعامل فيها مع كل عيان بتدخله، شوف العيان ده محتاج رعايه ولا لا، لقيته محتاج رعايه وديه، مش محتاج رعايه نبدا نقيم، ننفستجيت، نعمل كونسلتيشنز بتاعتنا، نكتب الكلام ده كله، نبدا ننفذ الكلام ونحط البلان بتاعتنا ونبدا ننفذها ونفولو اب يوميا لحد ما الخريطه اللي احنا حاطينها تخلص. خلص العيان المفروض يكون العيان اتحسن يروح. اليوم الثالث اللي عندنا من ضمن الايام اللي فيها انشطه للعيانين هو يوم العياده. يوم العياده انت دورك فيه او دورك فيه حاجه واحده بس، بيشنت كلاسيفيكيشن. العيان ده كريتيكال ولا مش كريتيكال؟ لو كريتيكال بيروح الطوارئ، لو مش كريتيكال ببدا اصنفه انا بقى. لو مش كريتيكال بقى العيان محتاج اسسمنت وانفستيجيشنز وشكله سكته طويله، ده يتحجز. انما لو العيان محتاج كونسلتيشنز وفولو اب في عياده من عيادات السب سبيشاليتي وما فيهوش اي حاجه تعيق من حياته داخل البيت، ده هيتحول عياده. انما لو لقينا ان هو نفس السيناريو ده بس في حاجه بتعيق او تعيق ان العيان ده يعيش في البيت بشكل لطيف، ساعتها العيان ده محتاج برضه يتحجز. وطبعا ده العيان ده بيبقى شورت ستاي، المفروض ما يطولش.
خلصنا من الاكتيفيتيز اللي انت بتتعامل فيها انت مع العيانين، يتفضل لك الاكتيفيتيز اللي بتتعامل فيها مع الستاف والطلبه. الستاف عندنا حاجه اسمها ستاف راوند. الستاف راوند علشان نحضره لازم نبقى عارفين احنا هنحضره ازاي. انت التارجت من الستاف راوند ده 3 حاجات: تعرض حاله او حالات انترستنج، او تعرض حالات للستاف ممبرز علشان يدوك سينيور كونسلتيشن، او ان هم يساعدوا بمشوره اللي تسهل الباث واي بتاع العيان. لما تقدم حاله لازم تبقى مقدم الداتا بتاعتها بشكل كويس. لما تعرضوا الحالات الموجوده في الاسم لازم نعرضها بشكل لطيف. وفي جميع الاحوال لازم نبقى قاريين الديفرنشال دايجنوزس علشان هنتسال، ولازم نبقى مجهزين الاجابه. لازم نقرا كويس علشان الديفرنشال دايجنوزس. السيناريو بيمشي ازاي؟ حاله او حالتين ثم البيشنت ليست. طب لو احنا هنعرض حاله هنعمل فيها ايه؟ زي ما قلنا اول خطوه ان احنا بنعرض الفول داتا بتاعت العيان. تاني خطوه البروفيشنال دايجنوز اكوردنج للكلينيكال داتا، ثم اكوردنج للانفستيجيشنز البوزيتيف داتا اللي فيها، ثم اكوردنج للسينيور كونسلتيشنز. وبعد كده نحط الديفرنشال دايجنوزس من الكتاب، وبعد كده نشوف ايه اللي مع وضد الديفرنشال دايجنوزيز دي، وعلى اساسها نحدد ال بروفيشنال دايجنوزز المور اكيوريت، واللي هيساعدنا في الستاف ممبرز الحاضرين ان هم ينقحوا التشخيص ده بحيث ان احنا نوصل لشبه فاينل دايجنوزز. الجزء الثاني او الثالث بقى educational activities. احنا بنحضر درس للطلبه، بنحضر امتحانات للبكالوريوس وللماجستير وللدكتوراه، واحيانا كمان للزمان. واخيرا هي الجزء بتاع الورقيات المكاتبات من سكرتيرة القسم او من ادارة المستشفيات للوحدة الداخلي من والى، لازم يتم من خلال نائب القسم. ده الجزء الخاص بالجنرال ديبارتمنت. الترياج احنا عاملينه فيديو مخصوص، بس خلينا عارفين ان الترياج اللي دورنا فيه كلمة واحدة هي الاستراتيفيكيشن. بنصنف العيانين اكوردنج للسيفيريتي، وفي الفيديو بتاع الترياج تناولنا ازاي بنعمل الاستراتيفيكيشن وازاي بنتعامل مع كل حاله اكوردنج للسيفيريتي بتاعتها. الايزوليشن ده حاجه استحدثت في ظل الكوفيد 19، واحنا بندخل فيها العيان اللي طلع بي سي ار بوزيتيف، ووحده العزل كانها مستشفى عزل صغيره. بنتعامل مع العيان من اقل حاجه اللي هو العيان اللي مش كريتيكال بس محتاج جنرال وورد، للعيان الهايلي كريتيكال اللي هو محتاج فنتليتور وانتروبس والحاجات دي كلها، ده برضو بيتم في وحدة العزل. وساعتها العيان الفيت بتاعه بيكون حاجة من 3 حاجات: يا اما العيان ده يروح ويقدر يكمل في البيت بعزل منزلي، او ان العيان يقلب بي سي ار نيجاتيف وساعتها بنشوف هنوديه جنرال وورد ولا اي سي يو على حسب حالته، او ان العيان يلاقي له مكان في مستشفى عزل وساعتها بنحوله هناك لو لسه البي سي ار بتاعه بوزيتيف. بكده نكون خلصنا الجزء الخاص بالجنرال بيدياتريكس. الجزئين الجايين اللي هو بتاع الانتنسيف كير يونت والسب سبيشاليتيز هما بتوع يعني المستوى الاعلى شويه من نيابه الاطفال. علشان تدخل الحاجات دي لازم تكون عديت في الجزء الخطوات الاولى اللي هي الجنرال بيدياتريكس اللي اتكلمنا عليها، عشان كده احنا مش مفردين مساحه كبيره للجزئين دول. اللي عايزين نقوله بس ان انتنسيف كير يونت هما سنه برضو 6 شهور اي سي يو بيدياتريك وست شهور اي سي يو نيونيتال. البيدياتريك اي سي يو هي الرعايه، والنيونيتال اي سي يو هي الحضانه. اماكن كتير عندنا 4 رعايات و3 حضانات، المفروض ان احنا في خلال ال6 شهور بتاعت كل واحده بتلف في الحاجات بتاعتها. مش شرط تلف في كل الحاجات، بس لازم تكون لفيت في حاجتين على الاقل من ال4 او 3 بتوع كل واحده. بالنسبه للسب سبيشاليتيز احنا عندنا سب سبيشاليتيز كتير زي ما موجود قدامنا كده، بس احنا بنلف في 5 او 6 من السب سبيشاليتيز دول اكوردنج للي متبقي من نيابه الاطفال، لان احيانا السنه دي بيتاكل منها حاجات في الامتحانات وحاجات في لفات تانية لو في تغييرات طارئه. بكده نكون خلصنا الكلام بتاعنا. نلخصه في كلمتين: ان نيابه الاطفال 3 بلوكات جنرال بيدياتريكس وبيدياتريك سب سبيشاليتي وبينهما الانتنسيف كير يونت، كل واحده بتاخد سنه وبنلف ما بين الـ3 بلوكات دول مع بعض. هسمع اسئلتكم
على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. أسئلتكم طبعا هتفيدنا وتنورنا وتوضح لنا لو احنا حابين نضيف حاجة في التسجيلات بعد كده، وطبعا هنعرف منها انطباعاتكم وأسئلتكم ومخاوفكم كمان. عايزين نختم ونقول كلمتين عن التخصص. نيابة الأطفال نيابة تقيلة، نيابة صعبة، مرهقة بدنيا وذهنيا، ولكن الأوتكم بتاعها جميل جدا جدا جدا. هتنبسط آخر حاجة لما تشوف طفل بيبتسم وهو خارج من عندك، ولا طفل بينبسط وهو بيلعب وهو عندك في القسم بعد ما كان تعبان جدا. هتشوف الكلام ده وانت في العيان اللي بتشتغل فيه، وهو جاي لك عيان كريتيكال جدا وحاولت رعايه ورجع لك وهو سليم وبيلعب وبيتنطط جوه القسم. الحاجات دي بتمسح التعب باستيكه. علشان كده نيابه الاطفال بالرغم من تعبها الا ان هي بتقدم احسن الاوتكم اللي انت ممكن تشوفه، اوتكم روحي ونفسي كمان. اشوفكم على خير، ويا رب دايما تكونوا كلكم في احسن صحه واحسن حال. مستني التواصل عن طريق الايميل والياهو واللينكد ان، ونشوفكم دايما في احسن صحه واحسن حال.